برهان بوعلي المندوب الجهوي المساعد للصناعات التقليدية بولاية جتلين والمكلف بالإعلام من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية بجتلين. مشروع هدية وتذكار من الغرب التونسي، هو مشروع يهدف معنا إلى تنمية منتوج الحرفيين وترويج منتوجهم. المشروع هذا كان بالشراكة مع خمس مندوبيات من الغرب التونسي، ولاية الكاف وولاية قفصة ولاية سيدي بوزيد ولاية توسر. المشروع هذا معناها هو تكون من مجموعة من حرفيين تم انتقاء منتوجاتهم التقليدية ذات الجودة العالية من زربية ومرقوم حلفاء مصوغ حولي. عندنا برشا منتوجات تسهر بها الجهات الغربية التونسية. المشروع هذا هو جاء كفكرة من بين المندوبيات الصناعات التقليدية، وتم طرح فكرة المشروع أمام الإدارة المركزية بالتنسيق مع جميع الإدارات المركزية ورحبوا بالفكرة. وإحنا توا إن شاء الله معنا خصصنا جناح، تم تخصيص جناح للمشروع هذا بالصالون الوطني للصناعات التقليدية، واليوم الافتتاح إن شاء الله نتاع الصالون، وإن شاء الله شرفنا السيد وزير السياحة بزيارة ميدانية لمعرض الكرم. اليوم إحنا في انتظاره وقمنا بكافة التحضيرات للجناح هذا، وإن شاء الله حاجة معناها بتشجع على ترويج المنتوج التقليدي للجهات الداخلية، وهذه حاجة تشجع على الثقافة على السياحة الثقافية وعلى السياحة البديلة للجهات الداخلية. والقطايع هضومة معناها المنتوجات هذه هي منتوجات معناها باش تكون سومها رمزي، هكاك باش نشجعوا احنا الزوار بالولايات الغربية التونسية باش يقتنوا المنتوجات هذه وتبقى عنده ان سوفينير معناها على المنطقة اللي قام بزيارتها. وان شاء الله معناها باش يتم اعداد تم اعداد كتالوج خاص بالمنتوجات هذه يحمل صور للمنتوجات وصور للحرفيين مع المعلومات الخاصة بكل حرفي. والعدد الجملي المشاركين بهذا المشروع هو 38 حرفي، وعن ولاية القاسرين 8 حرفيين تم انتقائهم من لجنة فنية متكونة من السيد برهان بوعلي مراقب الجودة، والسيدة فردوس فالحي مؤطرة بالمندوبية الجهوية، والسيدة نادرة الدلي مؤطرة بالمندوبية الجهوية، ومعنا المؤطرة الجهوية بولاية قفصة. وإن شاء الله معناها باش يكون معناها عرض منتوج حاجة معناها باهية برشا، انستون معناها يستحق انه نزوروه ويستحق انه نروجوا للمنتوج نتاعنا. ان شاء الله معناها المشروع هذا يرجع معناها بالمنفعة للحرفيين الجهات الغربية ان شاء الله.